حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحببت في هذا اليوم وأنا صائم أن أحدثكم حديثا عن الصيام. أول شيء أيها الأحبة، هناك معلومة ينبغي على كل واحد منا أن يعلمها ويضعها في رأسه ومصبع عينيه، أن الأعمال ترفع الاثنين والخميس. الأعمال ترفع إلى الله يومي الاثنين والخميس. نتيجة عملك خلال الأيام السابقة يجمع ويرفع في هذا اليوم. أفضل ما تقوم به في هذين اليومين أن تكون صائما. لماذا؟ النبي كان يصوم الاثنين والخميس، وعندما سئل قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلى الله سبحانه وتعالى طبعا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إليه يصعد الكلم الطيب. أطيب حالة نفسية تكون فيها أخي الحبيب والله وأنت صائم. طيب، هذا بالنسبة للأيام. طيب بالنسبة للأشهر، هناك شهر هو شهر شعبان أيها الأحبة. هذا الشهر الذي يسبق رمضان قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان. طبعا بالنسبة للحديث الذي يقول أن الصيام بعد النصف الأول من شعبان أنه غير جائز، طبعا أحبتي في الله، نحن لا نريد أن ندخل في يعني خلافات بين العلماء وتأويل هذه الأحاديث، ولكن أنا سأقدم لكم وجهة نظر لأنني سئلت عدة مرات حول هذا الموضوع. قبل أن أبدأ بفوائد الصيام، عندما فرض الصيام في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونحن نعلم أن سورة البقرة هي من أوائل السور التي نزلت في المدينة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. النبي مكث 13 عاما في مكة، إذن في مكة بقي 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة. بعد سنة أو سنتين نزلت سورة البقرة، يعني في السنة الأولى أو الثانية نزلت سورة البقرة وفرض فيها الصيام. طيب طبعا هناك يعني تفاسير تأويلات كثيرة، ولكن حسب اعتقادي النبي أراد في البداية أن يركز على شهر رمضان. دققوا معي أيها الأحبة، البحث دقيق. أناس في الجاهلية يأكلون بسبعة أمعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل بسبعة أمعاء، يعني حياتهم عبارة عن خمر وطعام وشراب وشعر وحب وهيام وغير ذلك، هذه حياتهم. فأنت أمام مجتمع متجذر، حياة متأصلة فيها هذه العادات السيئة كثرة الطعام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركز على شهر رمضان، أنه ركزوا على هذا الشهر، يريدهم أن يصوموا شهرا كاملا. ولكن بعد سنوات استقر الوضع وعلموا وأصبحوا يميزون بين شعبان ورمضان، وأصبح يعني أمر اعتيادي بالنسبة لهم، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان إلى رمضان. لذلك نحن تلونا عدة أحاديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موجودة في الصحيح، أن أكثر شهر كان يصوم فيه النبي هو شهر شعبان، وكان لا يفطر إلا قليلا، يكاد يعني يكاد يصوم الشهر كله. طيب ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا من ذلك؟ أحبتي في الله، بالنسبة لي أنا أعتقد أن صيام شهر رمضان هو فرض من الله في القرآن، وصيام شهر شعبان إلا قليلا، يعني يمكن أن تصوم مثلا
من شهر شعبان ثلثيه أو أكثر أو ثلاثة أرباعه. هذا له فوائد صحية عظيمة جدا أحبتي في الله، له فوائد صحية. يعني إحدى الفوائد التي أنا لمستها، وبعد أن لمستها بدأت أقرأ لماذا يحدث ذلك، علاج حموضة المعدة الزائدة التي يعاني منها ملايين الناس اليوم، ومليارات تدفع ثمن أدوية لتخفيف حموضة المعدة. وهذا العلاج أنا بنظري خاطئ أيها الأحبة، سأقول لكم بدقة. رجاء ركزوا معي وافهموا ماذا يعني العلاج بالصيام وماذا يعني العلاج بالأدوية، فقط افهم. يعني جدار المعدة أيها الأحبة نتيجة الغذاء المصنع، نتيجة يعني الأكل الكثير، نتيجة يعني الأكل المتنوع لحد التخمة، نتيجة التلوث الذي في الجو، نتيجة الضغط النفسي، نتيجة الأكل واقف وجالس ومتكئ وكذا، ونتيجة المشروبات هذه التي تدعى المشروبات الغازية، الكوكاكولا وغيرها، زيادة السكريات في الأكل، زيادة الدهون، كل هذا يشكل ضغطا على جدار المعدة. جدار المعدة جدار حساس جدا، عندما يفرز هذا الحمض القوي يفرزه لكي يذيب الطعام ويستفيد من مكونات هذه الطعام التي تذهب إلى أعضاء الجسم لتغذي الخلايا. طيب، هذا الجدار يتضرر بسبب عدم كثرة الصيام. يعني أنت لا تصوم إلا شهر رمضان، بقية السنة لا تصوم شيئا، تأكل كثيرا وبخاصة قبل النوم، تأكل أكل جاهز، وجبات سريعة وغير ذلك، مشروبات غازية، حلويات، هذه الدهون المشبعة أو غير المشبعة، وكميات كبيرة من الدهون. ماذا يحدث في هذا الغشاء الحساس جدا؟ يبدأ بالتضرر، تحدث فيه تقرحات، تحدث فيه مشاكل، التهابات، الخلايا تحاول أن تصلح نفسها لا تستطيع. هناك آلية أيها الأحبة في الجسم، هي آلية الإصلاح الذاتي، الاستشفاء الذاتي، الشفاء الذاتي، الالتهام الذاتي. الخلية القوية تأكل الخلية الهرمة والمريضة والتالفة والملتهبة. طيب، ما الذي حدث؟ ركزوا معي رجاء أيها الأحبة. عندما يحدث هذا التقرح تسرع أجهزة الجسم، النظام المناعي، خلايا الدم، الخلايا المحيطة، لإصلاح هذا الخلل، ولكن كميات الطعام التي تأتي تعيق عمل الخلايا، لا تترك مجالا. يعني الخلايا هذه تحتاج إلى شهر لتصلح هذا الخلل. أنت كل يوم تأكل ثلاث وجبات، أربع وجبات، وبين الوجبات تأكل مشروبات وكذا وكذا، تزيد هذه التقرحات، يصبح جدار المعدة في أجزاء منه أكثر حساسية للحموض. فعندما تأكل طعاما تفرز المعدة هذه الحموض لهضم الطعام، فتؤذي هذه الأجزاء فتشعر بحرقة قد تصل إلى المري، تصل إلى المري، هذه القصبة. طيب، ما هو الحل؟ أنا الحل الذي وجدته أيها الأحبة أن الصيام يغنيك عن الدواء تماما ومن أول يوم. على فكرة يعني لا تحتاج إلى أن تقوم بالتدريج، لا من أول يوم. لماذا؟ ما الذي يحدث؟ بمجرد أحبتي في الله، وأنا أقول كلام علمي دقيق جدا، بمجرد أن توقف الطعام والشراب إلا قليلا من الماء، مثلا بعض حبات التمر، قليل من زيت الزيتون، ستجد هذه الخلايا مباشرة بدأت تنشط وتهضم وتلتهم الخلايا الهرمة والمريضة والمتضررة وفق آلية اكتشفها عالم ياباني وأخذ عليها جائزة نوبل، أتصور عام 2016،
اسمها آلية الالتهام الذاتي. هذه الآلية لا تعمل إلا أثناء الصيام. سبحان الله سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، ليس له مثيل هذا الصوم أيها الأحبة. فتبدأ هذه الخلايا، عندما تجوع هذه الخلايا تحتاج إلى غذاء. ما دمت تضع الغذاء في المعدة وتراكم هذا الغذاء، ستبقى هذه الخلايا تتغذى على هذا الغذاء، والخلايا المريضة والملتهبة ستزداد سوءا. عندما تجوع الجسم يبدأ الكبد بهضم السموم والتخلص منها، تبدأ الخلايا تريد أي شيء تأكله، فالخلية الأقوى هي التي تبقى لتأكل الخلية المريضة. طيب هذه الخلية المتقرحة، هذه التقرحات هنا خلايا تسمى خلايا شاذة، عندما تأتي الخلايا الصحيحة لتهضمها، ما الذي ينشأ مكانها؟ ينشأ خلايا صحيحة. إذن أنت بالصيام فقط وباختيار أغذية معينة وبنسبة قليلة، يعني مثلا عندما تريد أن تفطر أفطر على الماء فإنه بركة، فقط ماء، لا تضع 50 صنف من الطعام. طبعا نحن نتحدث الآن عن الصيام العلاجي أيها الأحبة. الصيام العلاجي ينبغي أن تفطر على الماء، بعد ذلك بنصف ساعة بساعة 3 حبات تمر مثلا، بعد ذلك قليل من زيت الزيتون، بعد ذلك قليل من الخضار، بعد ذلك مثلا أي نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار، أو مثلا تضيف لها زيت الزيتون. السلطات هذه يمكن أن تتجنب الليمون وكذا الحمضيات ريثما تتعافى. هذا النظام أحبتي في الله ما الذي يفعله في جدار المعدة؟ أولا أنت جوعت هذه الخلايا فبدأت تلتهم الخلايا المتقرحة. زيت الزيتون سبحان الله فيه خاصية أحبتي في الله، أنه يدخل للخلية السرطانية فيقتلها، يدخل للخلية الصحيحة فينشطها، فيه مواد الخلايا تستمد منها طاقة تصبح أنشط. زيت الزيتون فيه مواد يمكن أن تستمد هذه المواد من الخلايا، تستمد مواد وتصبح أنشط. الخلية الهرمة والمتضررة يدفعها زيت الزيتون للانتحار، وهذا بحث تحدثنا عنه مؤخرا أيها الأحبة. سبحان الله ما هذه العجائب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن زيت الزيتون شجرة مباركة، والنبي ماذا قال؟ قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. طيب التمر ماذا يفعل أيها الأحبة؟ التمر أيضا له مفعول السحر. الألياف الموجودة في التمر من أقوى العلاجات لتقرحات المعدة، الألياف الموجودة في التمر، لأنها تقوم بإصلاح في مواد في التمر أيها الأحبة، تقوم بإصلاح الخلايا المتضررة. سبحان الله رب العالمين وضع هذه الميزة في التمر. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر منكم فليفطر على تمر، فمن لم يجد فالماء فإنه طهور. من أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة، ومن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. طهور يطهر الجسم من هذه البكتيريا والتقرحات والالتهابات والخلايا المريضة والشاذة. إذا طبقت هذا النظام لمدة، يعني الآن نحن على أبواب رمضان، طبق هذا النظام خلال شهر رمضان، ثم أتبعه 6 من شوال، ثم 2 الاثنين والخميس بانتظام، وثلاثة أيام من كل شهر هي أيام البيض 13 14 15 من كل شهر، ومع الالتزام بالنظام الغذائي القائم على الخبز الأسمر مثلا، لا تأكل خبز أبيض، الخبز الأسمر الكامل، القمح الكامل. الله خلق حبة القمح كاملة وأعطاها هذا التوازن وأعطاها هذه القوة الشفائية. فعندما ترمي بالقشور والنخالة هذه التي ترمي وتأخذ فقط القمح الأبيض، القمح الأبيض أيها الأحبة فقير جدا،
كل القمح الكامل أو حتى النخالة، كل النخالة القمح، الخبز هذا الأسمر المصنوع من هذه النخالة. بالنسبة للغذاء فقط الخضار، بعض أنواع الفاكهة مثلا التمر، زيت الزيتون، يجب أن يكون في كل وجبة هناك ولو على الأقل ربع كأس زيت زيتون، ربع كأس صغير زيت في كل وجبة، في كل وجباتك خلال شهر أو شهرين، ثم انظر سوف تجد أنك لن تضطر لأخذ أي دواء نهائيا بإذن. وهذا ما حدث معي، أنا أحدثكم عن تجربة عملية أنا رأيتها في نفسي وفي بعض من يعني جربوا ذلك، ورأيتها علميا من الناحية العلمية، فصلتها تفصيل دقيق جدا أيها الأحبة. لذلك أيها الأحبة والله أنا لا أجد لأختم هذا اللقاء إلا حديث النبي الذي قال عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، والله تبارك وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين وتقبل منا هذا الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.